السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفنانة الكبيرة المحترمة عبلة كامل توجه رسالة لبعض الفنانات اللي حضروا مهرجان العري السينمائي او مولد سيد العريان زي ما بنسميه دايما، لان ده مش منظر اي بني ادمة محترمة تطلع بالشكل ده وتتفاخر بنفسها وتقول لا انا كده جميلة وكده بصدر صورة محترمة لمصر. هنشوف عبلة كامل قالت ايه، وخصوصا كلامها الموجه لإلهام شاهين، لكن إلهام شاهين المستفزة ردت عليها رد صعب قوي. هنسمع مع بعض الرد بتاعها في الفيديو زي ما تعودنا. خلينا كده نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. مهرجان العري السينمائي اللي شغال النهاردة في الخامس يوم من انهم يتصارعوا مين فينا هتقلع اكتر، مين النهاردة هتظهر من فوق ومين هتبين حتة من رجلها. طب انتي حتة بتاعت رجلك اكبر ولا انا؟ طب مين وصلت لحد الوسط؟ حاجة منتهى قلة الادب وقلة الذوق. عايزة اقول رسالة للناس اللي بتنتقدني وتقولي انتي مالك، لأ، ومن رأى منكم منكرا. يمكن بنحاول نغيره ولو بكلمة، يمكن حد من مجلس النواب يلقوا حاجة اسمها مهرجان الجونة ده. احنا ايه استفادت مصر من مهرجان الجونة غير انهم يروحوا يقلعوا؟ هي دي الحضارة بتاعتنا؟ هو ده الأطباء والشيوخ والعلماء اللي المفروض نعمل ليهم مهرجان علشان يعرضوا أعمالهم وعشان يعرضوا الثقافة بتاعتهم؟ هو ده الفن؟ أكيد في فن أرقى وأنظف من ده. عيب قوي تروحوا وناس ما نعرفهاش، يعني ما عرفش مين دي، ولكنها قلعت فبالتالي اتشهرت، صورت، ناس كتير اتكلمت عنها. مهرجان الجونة السينمائي السنة دي بالتحديد واخد حيز كبير قوي. بيزعلوا قوي لما بنقول مهرجان فساتين، لا، ده هو ما بقاش فيه فساتين، هو مهرجان قمصان النوم، وأسفة جدا على هذا اللفظ. ولكن المنظر اللي حضراتكم شايفينه، نفسي أفهم جوزها اللي هي كانت واقفة جنبه، هو فين رجولته؟ يعني خلاص معدومة، مش حاسس ان دي زوجته اللي ناس بتبص لها للدرجه دي؟ بقيت لا لا لا، غير طبيعي المناظر اللي بنشوفها. النقيه المحترمه الجميله عبله كامل كان ليها مداخله مع لميس الحديدي، خصوصا ان لميس الحديدي اكتر واحده حاليا كسبانه في مهرجان الجونه، لانها متواجده هناك وبتعمل كل اللقاءات مع الفنانات، فطبيعي كانت بتسال. في فنانات كتير ما بتحضرش، ليه عبله كامل ما بتحضرش؟ ليه عفاف شعيب ما بتحضرش؟ ليه محمد صبحي وغيرهم كتير قوي ما بيحضروش؟ لانهم مش هيقلعوا، لانهم محترمين. خلينا نحط تحت محترمين مليون خط، بعكس تماما ناس تانية بتطلع تتعرق قدام الجميع. ولما جينا ننتقدهم ردوا علينا وقالوا انتوا متخلفين وجهلة، ولو هو ده الجهل انا راضية بيه 100%، راضية بيه جدا لو هو ده الجهل. الفنانة طبعا إلهام شاهين كلنا شفناها وهي ماسكة كاس وبتشرب وسكرانة وحالتها صعبة قوي، ولما الناس انتقدتها واحنا منهم برضو ردت علينا وقالت انتوا مالكم، انا حرة في لبسي، المرة الجاية هقلع خالص، حاجة تخصكم. لكن كان لازم يكون واقفة. الاتنين اللي وقفوا لحد دلوقتي هم اكتر اتنين محترمين في الوسط الفني، الفنان عفاف شعيب والفنانة عبلة كامل. شفنا مع بعض رد الفنان عفاف شعيب في فيديو سابق، لكن ممكن حضراتكم طبعا يشرفني انكم ترجعوا له وتشوفوا قالت ايه. النهاردة رد الفنانة الكبيرة عبلة كامل، ردت وقالت عيب قوي نوصل لهذا الحد من التدني، عيب قوي يكون هو ده الفن بتاعنا، احنا انقى وانضف من ده، عندنا فن محترم قدمناه في اجيال سابقه كلنا شفناها من ايام طبعا كل الفنانين، علشان انا منساش حد، اللي كانوا بيقدموا فن بدون اجر، ولكنهم علشان يعملوا فن محترم وسينما نظيفه وايضا تلفزيون ودراما محترمة. عبلة كامل حزينة، قالت أنا حزينة على اللي بنشوفه، إحنا مش رايحين نتصور، لو الموضوع تصوير ممكن تصوروا في بيوتكم، حتى اللبس اللي انتوا طالعين بيه ده ما يصحش حتى غير انه يكون جوه بيوتكم، لانه حاجة عيب وما ترضيش ربنا. فين ربنا تقول لا في اجسامكم وفي اهاليكم وفي اولادكم اللي هيشوفوكم بصورة سيئة؟
كلنا عارفين ان الفنانة الكبيرة عبلة كامل ملهاش حضور كتير في السوشيال ميديا، وده طبعا بسبب تجاهل بعض المنتجين والمخرجين لها، لان المنتجين عايزين حد يكون بيرضي رغباتهم هم. انت هتعمل كذا يبقى لازم تعمل الحاجة المطلوبة منك، لكن انك تظهر محترم بقى كل المحترمين ركنوا تماما على جنب. الفنانة رانيا يوسف بتتصارع وفي خناقة وخلاف قوي جدا بينها وبين نجلاء بدر بسبب مين فينا ركب الترند ومنزلش منه، مين فينا قلعت اكتر. رانيا يوسف حاولت في الايام التانية من مهرجان الجونة انها تقلل في اللبس، تظهر حتة من تحت اكتر، ولما لقيت من تحت مش شغال قالت لا ده انا هبين من فوق، من فوق هيجيب معايا اكتر. وبالفعل عملت كده في اطلالتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي. ريهام حجاج ويعني حسيتها مستفزة على الرغم ان هو جوزها وكل حاجة، ولكن الجمهور انتقدها لما اتعمل معها حوار واتسألت هو مين لبسك النهاردة؟ قالت محمد حلاوة جوزي. مين اختار لك اللبس؟ قالت محمد حلاوة جوزي. طب فطرت النهاردة مع مين؟ قالت مع محمد حلاوة جوزي. قالت مين اللي انت بتاخدي رأيه؟ قالت جوزي محمد، وهكذا وهكذا. اسئلة كتير قوي ممكن طبعا تقول مدير اعمالي او الستايلست بتاعتي او الحاجات اللي هو حاجات طبيعي انه مش جوزها اللي بيفهم فيها. ناس كتير بقى ردت وقالت انها بتوجه الكلام للفنانة ياسمين عبد العزيز. أروى جودة وبان بعض التجاعيد في جسمها والجمهور انتقدها، بصراحة عجبني ردها، ردت وقالت أنا ده جسمي ولازم أرضى بيه. فعلا لازم كلنا نرضى بأجسامنا، لأن دي حاجة ربنا خلقها، وحتى لو فيها إهمال شوية من حد معين أو حد محتاج طبيب، مش كل الناس قادرة تروح تعمل عمليات وعمليات شد وتجميل وهكذا. البني ادمه دي معرفش نسيت تلبس بنطلون او حاجه، يعني شكلها كده، بس حبت انها تظهر فقالت انا هروح النهارده بدون ما البس البنطلون بتاعي. وبالفعل واخده كادر كبير قوي وحيز كبير قوي من مواقع السوشيال ميديا واهتمام. هي مين دي الفنانه اللي موجوده امامكم؟ الهام شاهين ردت للاسف على كل الفنانات اللي هاجموها، انتوا جهلة ومتخلفين، انتوا بالعكس مش لاقيين حد يظهركم او يلمعكم، انتوا خلاص راحت عليكم وسنكم كبر زيادة عن اللزوم، انتوا مستنيين ايه؟ بتنتقدونا علشان غيرانين مننا، نفسكم تكونوا زينا، اولا احنا محدش فينا يشرفوا نكون زيكم. اخواتي المحترمين، لبلبة طلعت النهاردة كل يوم بتطلع ترقص. لبلبة دي اعتقد انها يمكن اكبر من جدتي، ولكن اعمالها ما تسواش واحدة لسه عندها 10 سنين. عيب قوي. حزينة على كلام الفنانة عفاف شعيب والاهانة اللي توجهت ليها من بعض الناس. انت مالك لما قالوا لها انت مالك؟ بالعكس انت شيء جميل ومشرف، بالعكس انت افضل منهم بكتير. بشكركم جدا جدا، ربنا يبارك في عمرك يا عبلة كامل، يا جميلة قلبا وقالبا بكل معاني الكلمة، انت جميلة. شكرا جدا ليكم، ياريت تدعمونا بلايك، نفس الفيديو يوصل لناس كتير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.